Hello guys, today we're going to talk about vitamin A sources, benefits and deficiency. Vitamin A is a fat soluble vitamin. It can be found in many fruits, vegetables, eggs and whole milk, meat, liver, beef, cod liver oil, sweet potato, black eyed peas, carrots, spinach, broccoli, sweet pepper. فيتامين A محتاجينه بكميات قليلة جدا في جسمنا. اوكي، اي فيتامين محتاجينه بكميات قليلة. اوكي، هنشوف دلوقتي كل فيتامين. الفيتامين A هنتكلم خصوصا النهاردة موجود فين واهميته والامراض اللي هي ممكن تيجي بسبب نقصه. هو موجود في الكبد وكبد حوت، كود ليفر اويل اللي هو زيت كبد الحوت، السويت بوتيتو اللي هو البطاطا الحلوة اللي هي البطاطا، والكاروتس اللي هي الجزر، والسبينيتش اللي هي السبانخ، والبروكلي، والفلفل الاحمر اللي هو سويت ريد بيبر. دي الحاجات اللي هي بنلاقيها في فيتامين اللي فيها مليانة فيتامين A. يعني هي تقريبا موجودة في الفروتس والفيجيتابلز زي الكاروتس، البروكلي، البابايا، الابريكوت، السبينيتش، السويت بوتيتو وحاجات كتيرة. هنتكلم دلوقتي عن أهمية فيتامين A. مهم ليه؟ ليه ناخد فيتامين A؟ لأنه بيعمل حاجات مهمة جدا في جسمنا، ولما نسبته بتقل في الجسم ممكن يضر. خلاص، فهنبدأ دلوقتي بالبنفيتس اللي هي نمرة واحد، بتبقى بيساعد على الهيلث اوف فيجن اللي هي النظر. اوكي، عشان كده بيقولك دايما ايه، ناكل ناخد فيتامين A او ناكل جزر كتير عشان النظر. صح، بيساعد في سبورت الاميون سيستم، جسم المناعة، بيقوي جسم المناعة. helps in fighting inflammation، بيحارب الانفلاميشن، اي التهابات موجودة. بيساعد في منع الامراض زي الكانسر اللي هي السرطانات. اوكي، واخر حاجة بيعمل support للسيل growth and healthy skin، بيعمل support نمو الخلايا، وبالنسبة للسكين بتاعنا اللي هو الجلد. لو فيتامين A نقص عندنا، if it decreases in our body, what happens? It leads to certain deficiency, certain diseases. Okay, for example, if vitamin A decreases, what happens? That we get dry skin, dry eyes, lips. يبقى تبدا ايدينا تنشف، السكين بتاعنا ينشف، عينينا تنشف، اللبس شفايفنا تنشف. اوكي، بيعمل كمان، بما ان هو احنا قلنا ان بناكل جزر عشان كده في فيتامين A، بيأثر على النظر. خلاص، ممكن يؤدي الى نايت بلايندنس. اوكي، انفيرتيليتي، عدم الخصوبه، ديليد جروث، بيبدا الجروث النمو في تاخر في النمو، throat and chest infection، التهابات موجوده في الزور والتشست، poor wound healing، لو حصل ان الواحد اتعور او حاجه الجرح ما بيلتئمش بسرعه، يبقى ده معناه ان هو poor wound healing، مش هيلتئم بسرعه. بالنسبه للفيس اللي هي الاكني اللي هي الحبوب حب الشباب، وimpaired immunity، وthick or scaly skin، thick skin. اوكي، كل دي حاجات بتحصل لو الفيتامين A نقص. عشان كده بيقول مهم جدا ان احنا الاكل بتاعنا يبقى healthy، وناكل وجبة متكاملة فيها fruits و vegetables و carbohydrates وكل حاجة، عشان جسمنا ما يبقاش ناقص من اي حاجة. اخيرا هنقول ان فيتامين A is very important to our body and it's needed in small amounts.